موسى ساي ورباعي تحكيم من السنغال. بالنسبة لسوليدا كما قلت في الحراسة باباري، في الدفاع محمد سولاي، إلى جانب محمد هوريا، حميد علي 23، سيزار 6، ماماني لاواني 29، أسطاب 19 أو نعم 19، كابرا إيسوفو 28، مختار إبراهيم 27، أمادو إيسا 7، بوباكار جبريل حسن باركري يدرب فريق سونيداب من النيجر، يدربه منذ 3 مواسم. فريق الشاب تأسس في سنة 2015، فقط كرة عالية، تغطية دفاعية، إخراج الكرة من جانب فريق اتحاد الجزائر في الوسط، يلعب للدفاع مباشرة لحمرة، يستنجد بخيراوي من لاعبين الشبان في تشكيلة تيريبيرا. طويلة الكرة، الكرة الطويلة من هناك، عرجي يحضر الجهة اليمنى، ممتازة العملية من تيبوتين، يحاول تغطية من الدفاع، إخراج الكرة إلى رمي التماس لاتحاد الجزائر. قلت إساسي حكم الساحة، يساعده نهى بوغورا وكذلك الحاج عبد العزيز، دفاع خرج الكره بالراس من جديد من هناك للاتحاد، حاول ان يضغط، احسن سيناريو للاتحاد والوصول للشباك في الدقائق الاولى من المباراه، على الاقل في ربع ساعه الاول من المباراه. افتكاك الكره في الوسط للاتحاد الجزائري، الحكم الرابع عبد البار ديوف محافظ المباراه من تونس الشقيقه، بوجلال بوسراري من تونس كما قلت. كره من هناك على الجهه اليسرى للسوليداب، التحضير، تدخل، يقول الحكم هناك خطأ لمصلحة سوليداب، كل واحد للاتحاد من أجل الوصول بركب المتأهلين من الأندية الجزائرية كما قلت. تأهل نادي بارادو، تأهلت شبيبة القبائل بعد سيناريو مثير وعجيب، كانت خاسرة بثلاثة مقابل شيء قبل أن تسجل هدفين. شباب بلوزدا في كأس الكاف، نادي بارادو كما قلت أهلا في انتظار اتحاد الجزائر. أتوقع طبعا أن يفوز الاتحاد ويتأهل اليوم في هذه المباراة والسهرة الإفريقية. كرة مبعدة من الدفاع في الوسط، محاولة من كودري، بلعبي أو تغطية من الدفاع من خيراوي، لاعب الشاب إلى جانب بعض اللاعبين، يعتمد على تشكيلة شابة، تيري بلال، أسماء كبيرة موجودة في قائمة الاحتياط. بنغبي يحاول مع كودري، استلم الكرة، يغير مباشرة على الجهة اليسرى لخميسية، تبادل الكرة، محاولة الانطلاق على الجهة اليسرى، تغطية من الدفاع، ولكن الكرة من جديد تروح مباشرة للإبعاد، محاولة الضغط توصل لدفاع اتحاد الجزائر. خيراوي بين هايلة، البحث عن العرش، ولكن تغطية من الدفاع، تعود من جديد الكرة في الوسط، بالغربي يحاول كودري، من هناك الكرة مباشرة على الجهة اليمنى، تيبوتين يحاول يلعب كرة داخل منطقة العمليات، والدفاع يخرج الكرة إلى عين الركنية، محيوس حاول في هذه الكرة العالية، محيوس نعم بالراس، جانبية بعيدة على مرمى الحارس باباري، حارس الدولي لمنتخب النيجر، لاعبين 4 لاعبين أو 5 لاعبين في الفريق يحملون ويدافعون عن ألوان منتخب النيجر. في الوسط نعم هناك خطأ يقول الحكم، صافرة حاضرة مع العوفي أو العوفي، لا في وخطأ، ليبي المتألق، كرة في الوسط، كودري خرج على الجهة اليمنى للتيبوتي،
مباشرة للجهة اليسرى، تبادل الكرة هائلة من العرجي، كثري تمويه يعود بالكرة لبن الغربي من جديد، الكرة محاولة تسديد من بعيد، بعيد على 55 من حمزة كدري، واحد من العناصر الأساسية ركيزة في تشكيلة تيري بيلال واتحاد الجزائر في مغامرة، هذا بن حمودة في مغامرة أخرى في رابطة أبطال إفريقيا. كرة إلى رمي تماس، تلعب من هناك لمختار، ولكن تغطية من الدفاع، الإبعاد من جديد، محاولة يغطي سيزار النفي، يسرق هذه الكرة، يحاول المراوغة والتوزيع الأرضية داخل منطقة عملية، خطالة دفاع من جديد الاتحاد الجزائر، حاول المرور، صراع كبير والتغطية موجودة من محمد إيسا، الانطلاقة تغطية دفاعية، إخراج الكرة من بن حمودة، هي الكرة والتسديدة الرأسية محيوس في أول محاولة، وهو هذا الخطأ من الحارس والإبعاد من الدفاع في المرة الثانية، حاول الاتحاد أن يخرج دفاع الحارس سوليداد في الدقائق الأولى من المباراة. كرة من جنب الاتحاد، التحضير اللافي يحاول الخطأ، يقول الحكم يعود، يعود إلى الخطأ كما نشاهد، ها هي الكرة، ولكن قبل ذلك كرة خطأ لاتحاد الجزائر، بالعربي يلعب كرة مع الدفاع بحتى من المدافعين عن خميسية، العرجي خطير وسريع، بالعربي من جديد لافي، تحضير ممتاز على الجهة اليمنى، انطلاقة من ديبوتين، تسديد من بعيد، بعيد، محاولة تسديد من جانب الاتحاد، واحد من الحلول المقترحة، دائما عندما يكون هناك عدد من اللاعبين التسديد هو حل من الحلول، كودري من جديد، حمزة يحاول في المرة الأولى والثانية، قد تكون الثالثة ثابتة، طبعا التعامل مع التسديدة من بعيد، كرة بالرأس، محاولة من جد من أسطان، راية مرفوعة، الحكم يقول هناك خطأ على أمادو إيسا، شفنا اللقطة وكيف إيسا حاول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. من جديد الكرة جيري بلال قلق أزال هناك وقت يا رجل في يحضر كرة ممتازة يا سلام تصدى الدفاع إخراج الكرة تعود من جديد أوطات يمر خماسية يوزع داخل منطقة العمليات والكرة إلى ركنية يقول نعم حكم لمسة تحت المدافعين من كودري في عملية خطيرة داخل منطقة العمليات حركة حسن باركري من اللافي نعم الكرة من المدافع من القائد دخل الحكم طبعا الروح الرياضية التدافع ممنوع داخل منطقة العمليات الحذر مطلوب براسية براسية في شباك نعم لا للحارس من الطقوس الإفريقية طبعا معروفة ما فعلته عناصر فريق سوليداد قبل بداية المباراة بمعنى وكأنه الأمر يقولون أو بعد هذه الكرة الحارس على مرتين يتمكن من السيطرة على الكرة بعد هذه الركنية البحث عن محيوس البحث عن أنيس خميسية ولكن الحارس كان بالمرصاد في محاولة للقول أو طقوس إفريقية لمنع الكرة من دخول إلى مرمى الفريق طبعا هذا هو ولكن شاهدنا قبل بداية المباراة الصورة ولكن ليس ذلك صحيحا في الكثير من لا ليس ذلك صحيحا سنشاهد كيف ستهتز شباك سوليداد بكرة قادمة إلى ركنية لاتحاد الجزائر هذا الأمر معروف
لا يقدم ولا يؤخر في شيء. الدقيقة 15 لا أهداف في مباراة العودة بملعب 5 جويلية في هذه الصالة الإفريقية، ملعوبة بالقائم الثاني. إلى بالراس خارج الكرة. لا، كان بالإمكان خيراوي أن يلعب الكرة ربما داخل، يعيد الكرة إلى هي الكرة ملعوبة بدون حراسة طبعا، ولكن الكرة بعيدة، ممتازة جانبية على مرمى الحارس بابالي. في بداية صعبة بعد ذلك في الوسط، بلعب يحاول مقطوع الكرة من لوالي، ترجع للاتحاد على الجهة اليسرى، نشاط موجود على الجهة اليسرى. توجيهات ربما وتعليمات المدرب بلال تيري، بما انه يعرف نقاط الضعف والقوة لفريق سونيداب، قد يكون تكون الجهة اليمنى هي الجهة الضعيفة للفريق، ولذلك يحاول ان يركز في اللعب على الجهة اليسرى للفريق اليمنى للمنافس. اعتماد على التبادل وعلى السرعة ومحيوس كرة إلى خارج أرضية الميدان، تذهب إلى تماس لاتحاد الجزائر. كرة إلى رامي تماس، ضغط نعم، ضغط يعطل دائما العملية، يصعب العمل وإخراج الكرة من جانب سونيداب. شركة البترول النيجيرية، العرجي يحاول المراوغة والمرور، تغطية من الدفاع، صراع على الكرة، صافرة الحكم تنهي الصراع بخطأ للفريق الضيف ممثل كرة النيجر الخاسر على أرضه في مباراة الذهاب باثنين مقابل واحد. القائد في تنفيذ الخطأ حميد علي، بالرأس تحويل، تغطية من دفاع حمراء بهدوء، يخرج الكرة مباشرة إلى رامي تماس. نومكا رحيم حمراء، رامي تماس، محمدو طويلة، خطأ يقول الحكم لدفاع اتحاد الجزائر. حمراء تفوق في الكرة العالية، كان هناك دفع. بالعربي كرة ملعوبة أخيرا لتيبوتين، يرجع للدفاع بعد الضغط على كودري. الانتباه، الواجبات الدفاعية من جانب الاتحاد مباشرة. نعم، حسن ما فعل، عندما تضيق المساحات في الوسط أرجع إلى الزميل أو الصديق المتحرك. رامي تماس، ربما كل شيء سيبنى على هذه الجهة. عرجي لافي، عرجي من جديد، يرجع للدفاع، تنويع وتغيير اللعب على الجهة اليمنى. كودري الحمودة، يرجع مباشرة لتيبوتي اللي خيراوي أو خيراني، حمراء في الوسط، الضغط، ضاعت الكرة من بلعربي ورجع حسن ما فعل، العودة واسترجاع الكرة مرة أخرى. كودري يخرج الكرة على الجهة من هناك، الانطلاقة من تيبوتين، محاولة ولكن تعطر فيها، وتغطية من دفاع، يخرج الكرة من محمد سولاي، من جديد الكرة للعرجي، دفاع يخرج عن طريق بوبكر جبريل، هناك خطأ، صافرة الحكم تحتسب خطأ لسونيداب لجبريل بوبكر،
بعد هذه العرقلة والتعطيل العملية من كودري من الخلف كانت واضحة. الكرة في العمق، تحويل كرة من جديد، محاولة وتنتهي إلى 55 للحارس ماموش. بيلاتيري يراقب يتابع يقرأ في انتظار ما تبقى من وقت وهو طويل للاتحاد. محاولة ضيع بدون نتيجة إلى 55 للحارس محمد لامين زيماموش. كرة طويلة زيماموش من هناك، نعم الوصول بالكرة، كان هناك دفع خطأ، نعم بن حمودة على الصورة، واحد أيضا من اللاعبين الشبان لفريق اتحاد الجزائر. يرجع للدفاع في عملية أخرى، يخرج على الجهة اليسرى، يوصل لعرجي، ممتاز التمويه، هذا انطلاقه من اللافي، يحاول اللافي في هذه الكره، ينتظر المسانده، يمر توزيع العرضيه والدفاع في المره الاولى والثانيه، خرج من وراء، لم يكتب النجاح، كره طويله، سوء تفاهم. مباشرة للحارس، ها هو اللافي، المرور، محاولة ولكن دفاع، قراءة ممتازة من المدافع لكرة اللافي قبل أن تصل للمتابعين من عناصر اتحاد الجزائر. الترويج، الهدوء، ديبوتين محيوس ارتكب الخطأ، دفع للمدافع، سيزار وخطأ، هو محيوس استعمل اليد ربما، نعم برقم 18 رقم الولاية. كرة للاتحاد، طبعا ذكر انه هو اصل ابن الطحين، فريق شباب الطحين، قبل ان يرتدي الوان شباب باطنه وبعدها الى اتحاد الجزائر، منها الى حلم ليلى على شكل اعاره قبل ان يعود الى اتحاد الجزائر. رمي التماس، التحضير من عرجي، كودري استلم، خيراوي المرور، الامتياز، ولكن واحد اثنين ثلاثة، الدفاع يتدخل، ترجع من جديد الكرة الاتحاد الجزائر، بن حمودة يحاول ولكن مقطوعة، إيسوفو لا وجود لخطأ، كرة للاتحاد غير اتجاه أحسن ما فعل. عرجي يحاول ان يناور، تضرب بالدفاع، خروج الحارس الى رمي التماس، خرج الكره مباشره بمبدا الامان وعدم المغامره، تلعب الكره من جديد، هايله تميس، الكره تكون عاليه احسن، جربنا الكره الاولى في الارض والثانيه، في الارض والثالثه الرابعه احسن والافضل تكون عاليه، تتجاوز خط الدفاع الذي يغطي القائم الأول، المتابعة تكون في القائم الثاني في حدود علامة الجزاء أو 5.50. كرة ركنية الاتحاد الجزائر، التدافع مرة أخرى داخل منطقة العمليات، حكم السيد إيساسا يتدخل، ممنوع ذلك،
ملعوبة بالرأس الدفاع. كرة ثانية خطأ، هناك خطأ في الكرة الثانية من عرجي. هيا نعم دفع دفع عرجي، وال في الحقيقة الترويض كان ممتاز ولكن استعب الدفع قبل وصول الكرة حتى يضع المدافع في وضعية صعبة. من جديد كرة الاتحاد الذي يحاول يراوغ يحتفظ بالكرة، ينطلق يتقدم وتدخل من دفاع إلى ركنية. الدفاع لحد الآن صامت هو التلاعب ومحل التمويه اليمين هو اليسار، ولكن القدم الطويلة للمدافع. غيرنا في العملية، تغيرت العملية الآن، توزيعة داخل منطقة العملية، الهدف الأول أول هدف المباراة بالرأس. تغيير محيوس يتمكن من الوصول إلى الشباك يفتتح باب التسجيل الاتحاد الجزائر في الدقيقة 27. محيوس براسية ممتازة، سنشاهد كيف كانت العملية وكيف التحضير، كان التحضير بركنية، التغيير في العملية وفي المناورة وفي لعب الكرة وبالرأس مباشرة في شباك الحارس باباري. محيوس هداف في الدقيقة 27، فرحة اللعباية على مرتين اللافي وتمريرة ممتازة. محيوس بالرأس فوق الجميع يسجل في الزاوية الصعبة والبعيدة لمرمى الحارس باباري، يغير النتيجة ويتغير الحال وتصبح النتيجة واحد مقابل لا شيء للاتحاد الجزائر. ألم أقول لك ذلك أيها الزميل المخرج يزيد بركات؟ هي من زاوية أخرى بالرأس مباشرة في الزاوية الصعبة، يعني الزاوية المعاكسة للحارس، ليس بإمكانه أن يقول شيئا أو أن يفعل شيئا بالرأس. رائع، رأسية رائعة، أنيقة حتى فيها أناقة من محيوس. جاءت المجهودات من هناك، محاولة للمرور، تغطية في العملية الثانية، ضغط على حامل الكرة على دفاع سنيداب وتخرج الكرة إلى المتراس. الآن تتغير المباراة، الجزائر في محاولة أخرى، هناك دفع حمراء الصورة. خيراوي ديبوتين بن حمودة من جديد، محاولة مقطوعة الكرة، يرجع للخف مامادو سولاي، يلعبها مع سيزار. إيسوفو يحاول يلعب كرة طويلة مباشرة إلى رمي التماس. للاتحاد أرجي تسرع بكرة قوية أكثر من اللازم، أو المدرب في الحقيقة المدرب الرئيسي غائب، عبد الرحمن عيسى، عيسى عبد الرحمن، وهو سيد حسن باركلي هو المدرب المساعد لنادي سوليدان النيجر. عبد الرحمن عيسى وحسب المعلومات كان غائب بسبب أدائه فريضة الحج، حج مبرور مغفور للسيد عبد الرحمن عيسى لكل حجاجنا الميامين، وهو المدرب الأول للفريق. هناك أيضا حسن إدري مدرب مساعد إدري، وهو مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عام ومدرب مساعد في المنتخب الأول
وهو السيد هارون عبد الله. يلعب بطريقة أو بخطة 1-4-3-3 ديري بلال، يعني هدف مقابل لا شيء، تمكن أخيرا من الوصول إلى الشباك، يقلل من الضغط وربما يريد الفوز بنتيجة عريضة. تأكيد اليوم في هذه الصحراء الإفريقية بملعب 5 جويلية، كرة ملعوبة للاتحاد، ينتظر المساعدة، انطلق تيبوتي يحاول بالحموضة من هناك، يحاول ولكن لا، كودري كودري داخل الخلاف، يطلق الجزاء، يقول الحكم مباشرة إشارة إلى علامة الجزاء، كودري داخل منطقة العمليات يحاول، تدخل من رقم 7 جبريل بوبكر وركلة جزاء الاتحاد الجزائر النافي والكرة سنشاهد. ها هو حمزة كودري تمكن من خطف الكرة والدخول والقدم، قدم المدافع في قدم حمزة كودري، ها هي العرقلة والرفس على القدم اليمنى للاعب حمزة كودري. حكم السيد إيساسي كان قريبا من اللقطة، حماية الكرة بطريقة جميلة، دخل داخل منطقة العمليات، القدم والعقلة والخطأ ومفتاح المتخصص في الحقيقة، لو كان حاضر اليوم مفتاح لكن هو من لكن هو من نفذ ركلة الجزاء، إنه المتخصص في ركلة الجزاء بالنسبة للاتحاد الجزائري، اليوم موجود في قائمة المدراء الاحتياط اللافي صاحب الكرة في الهدف الأول والكرة الحاسمة أمام كرة ثابتة أخرى من أجل هدف ثاني، من أجل نتيجة تغيير النتيجة مرة أخرى. الذي يركز أمام الحارس باباري، حكى الحارس الدولي لمنتخب النيجر، فرصة الهدف الثاني في قدم اللافي، اللاعب الدولي الليبي الشاب المتألق، مازال ساقط بوبكر جبريل، مازال ساقط، سلامات، أتمنى أن تكون إصابة سليمة. يحاول هيا من كودري، نشاهد لمن فاتتهم المشاهدة، هو كودري حماية الكرة، الضرب القدم من رقم 7 داخل منطقة العمليات والجزاء، والحكم كان قريبا ومتابعا للكرة واللقطة، والحارس بابر التركيز هو الآخر، بابري ميمنة سقط أرض رقم 7، سلامات سلامات، كان هناك طبعا احتكاك قوي للقدمين، القدم اليمنى لحمزة كودري أنصار الاتحاد، فوق مدرجات ملعب 5 جويلية في هذه الأمسية الكروية لمساعدة الفريق، يحتاج الفريق إلى مساعدة أقل من ناحية النفسية، تجاوز هذه المرحلة وتجاوز هذه المباراة التمهيدية، مباراة العودة، في هدوء طبعا، أحيانا الكرة خاصة في الأمسيات الكروية تكون أحيانا متعة، تكون أحيانا فرجة بدون ضغط، تغيير جو بمباراة إفريقية، مثلا الاتحاد في مكان هادي جميل تحت أضواء الكاميرا، وما اللافي أمام الكرة، كرة الهدف الثاني، تغيير النتيجة مرة أخرى للاتحاد، التركيز، اللافي يا في شباك، الهدف الثاني للاتحاد الجزائري، اللافي يتمكن من
الزاوية المعاكسة للحارس. في الدقيقة 36 و 35 تلقى التهاني من الزملاء الذي يغير النتيجة 2-2 بعد مرور 35 دقيقة من زمن المباراة. المرمى في الحقيقة اختار الزاوية اللازمة، أرضية بعيدة ليست في المتناول، في شباك. الدقيقة 35 2 مقابل لا شيء. فعل كل شيء لحد الآن للاتحاد، مرتاح أن عليه أن يلعب بطريقة بجدية، يحاول أن يطبق. أيا كرة من هناك، محاولة على الجهة اليسرى، تسديدة بعيدة 55 ضربة مرمى للحارس زيماموش. ربما سيكون هناك تغيير نعم في تشكيل فريق سونيداب من النيجر رقم 25. روبرتو إدام، سويندو في مكان رقم 7 الذي أصيب منذ قليل في ركلة الجزاء في لقطة الاحتكاك القوية مع حمزة كودري. تبادل الكرة من هناك، خرجت إلى رمي التماس للفريق الأزرق. شوينو هو البديل رقم 25. من جديد الكرة لسونيداب، إخراج الكرة من الدفاع، التغطية دائما حاضرة والرقابة أيضا. لوالي يرجع مباشرة للدفاع، الضغط، تغيير الاتجاه، محمد سولاي، إيراوا يغير هو الآخر، كرة مضبوطة، الترويض العرجي، وحاولوا التغطية الدفاعية، الانطلاق، العرجي سريع، سريع جدا، يقدم كرة، أوه راحت. لافي يسجل الهدف الثاني بركلة جزاء للاتحاد. رمي التماس ملعوبة، تغطية دفاعية في الوسط قبل الوصول إلى الدفاع، طبعا قطع الكرة على مستوى وسط الميدان يكون أحسن في كثير من الحالات. حمراء محيوس، لافي ما خطأ يكون حكم محيوس بالرأسيات الذهبية، أو كان هناك دفع واضح، دفع من حميد علي على محيوس. إشارات ديري بلال في محاولة لتوجيه اللاعبين داخل أرضية الميدان. هذه الكرة ملعوبة رأسية بين أخطاء الحارس، رأسية خلفية. حاولت المرور، السرعة من مختار، مختار إبراهيم، مقطوعة بخطأ من دفاع اتحاد الجزاء. مختار إبراهيم رقم 28 وهو لاعب دولي. فريق أولمبي نيجيريا، المنتخب الأولمبي نيجيريا، لأقل من 23 عام. كرة خطأ للفريق الضيف
في محاولة للرد من جديد. الحكم السنغالي إيساسي يتدخل، صافرة تمنع التدافع والمسك والشن وأشياء من هذا القبيل، ملعوبة داخل منطقة العمليات. الدفاع يتفوق، خيراوي تفوق بالرأسية وبعد الكرة محاولة أخرى داخل منطقة العمليات، رأسية بعيدة، كرة خطيرة على دفاع الاتحاد والحارس زيماموش، هي ملعوبة باتجاه القائم الثاني، خروج زيماموش لم يتمكن من لمس الكرة، الرأسية كانت بعيدة بقليل، الكرة في العمق ولكن تغطية من الدفاع. رقابة لصيقة مطلوبة في مثل هذه الكرات العرضية أو الكرة العرضية وخاصة في القائم الثاني. أيضا 25 هو لاعب دولي من طوغو البديل منذ قليل. خمسة لاعبين دوليين. هيا الكرة بالرأس، المتابعة جانبية، إيمادو إيسا في وضعية صعبة في الحقيقة، ولكن بعيدا تدخل خميسية سلامات، حاولت المرور لمس بالقدم، سلامات سلامات مختار إبراهيم يلعب كرة تغطية من الدفاع، خرج الكرة خيراوي من جديد، أصبح يلعب في الهجوم، فريق سوني داب يحاول كرة ولكن كودري في المكان المناسب يخرج الكرة بامتياز بمبدأ الأمان، تعود الكرة لممثل النيجر، تتحول إلى عملية المعاكسة، تغير الاتجاه مباشرة للحارس، وكان بالإمكان أحسن أو أفضل لو تلعب الكرة على الجهة اليمنى أو تلعب دقيقة مضبوطة للافع رقم 10. خطأ يقول الحكم لإبراهيم مختار، مشاركة كسب ورقة التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين في سابقة هي الأولى من نوعها للفريق. شبيبة كسبت الورقة أمام المريخ في أم درمان في ملحمة كبيرة، خاصة في الوقت البدل الطائع، ثلاثة مقابل لا شيء، بعد ذلك ثلاثة مقابل اثنين. شباب لوزا في كأس الكاف، الفوز ذهاب والإياب، الاتحاد فائز في الجولة الأولى وفائز في مباراة العودة بثنائية، ثنائية محيوس واللافي، رامي التماس، رمي التماس من جديد، أو لا خطأ، خطأ لسوني داب من النيجر، يحاول يلعب كرة إخراج أو الإبعاد من الدفاع، مخطأ اللافي ينتظر المساندة، يخرج الكرة على الجهة اليسرى، بن حمودة خميسية يوزع كرة داخل منطقة العمليات، التحضير من محيوس، الدفاع تسديد من كودرية ومن عرجي، من جديد الكرة للاتحاد، سقطت اللاعبين، سلامات، اطمئنان على سلامة اللاعب، مهم جدا وهي المهمة الأولى للحكم فوق أرضية الميدان.
سيبدي الكرة سلامات. ها هي توزيع عرضية محيوس في وضعية صعبة نوعا ما، ولكن حضر الكرة والتسديد. العرجي تضرب بالدفاع، الكرة كانت قوية في ظهر اللاعب. سلامات، هاي العرضيات. محيوس حط الكرة، هي العرجي الكرة القوية في ظهر أحد اللاعبين. سقط الكرة لمحيوس. عرجي العودة لكودري ديبوتين. ثلاثيات إلى ممتاز المرور، ولكن تغطية من الدفاع ومرت الإبعاد. البحث عن المهاجم إيمادو إيسا من هناك، ولكن تغطية. اللاعب الشاب إلى مازي ماموش في الوسط، خطأ لا مبتلى أفضلية يقول الحكم. من جديد قيراوي بمبدأ الأمل يخرج الكرة إلى خمسة أمتار. خطأ أو نهاية المرحلة الأولى، دقيقة واحدة. طبعا كما شاهدنا حكم ينهي الشوط الأول بتقدم اتحاد الجزائر بهدفين مقابل لا شيء. محيوس واللافي، محيوس في الدقيقة 26 براسية اللافي بكرة ثابتة بعد تنفيذ ركلة جزاء للاتحاد، هدفين مقابل لا شيء. الاتحاد الجزائري في انتظار الشوط الثاني. العودة إلى هشام الطيف ومحلل التلفزيون الجزائري مصطفى مازا، إليكم الخط. شكرا جمال، مرحبا مجددا في هذا النقل المباشر في هذا البلاطو التحليلي الخاص بمباراة اتحاد الجزائر ونادي سونيداب النيجيري من النيجر. طبعا لقاء العودة في شوطه الأول لهذا الدور التصفوي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية. مصطفى، مثلما كان متوقعا تماما، الاتحاد يسيطر، يصنع، يسجل أيضا ويتألق. أكيد أكيد، كانت إرادة، كانت عزيمة، كان إصرار عند اللاعبين تاع اتحاد العاصمة منذ بداية المباراة، لكن شفنا تكتل دفاعي من مدافع من سونيداب من في الدقائق الدقائق الأولى. اتحاد العاصمة وجد بعض الصعوبات، لكن نظن أنه منذ تسجيل الهدف اتحاد العاصمة سيطر بالطول بالعرض على المنافس، حسب رأيي يبدو لي ماهوش في مستوى اتحاد العاصمة. ولكن مباراة مهمة للاتحاد، طبعا مباراة تحضيرية بين قوسين بصبغة رسمية. زير بلال، هل كان محقا براحة الكثير من الفرص من العناصر الأساسية؟ لا أكيد، شاف مباراة الذهاب وين اتحاد العاصمة كذلك في مباراة الذهاب كان تفوق على هذا المنافس، نفس المنافس بنفس اللاعبين تقريبا. لكن نظن أنه لما تشوف تشكيلة اتحاد العاصمة أعتقد أنه تشكيلة ثرية بلاعبين شبان، بمزيج من لاعبين شبان ولاعبين ذو خبرة زماموش وغيرهم. اكتشاف اليوم خميس.